اليوم راح نتناول الشاعر عبد الوهاب البياتي وقصيدته Secrets of Fire، سر النار. سر النار هسه راح نشوف شوي، نتكلم عن حياته بعدين ندخل بالقصيدة. يقول لي هنا عبد الوهاب، شوي مكبر هذا الرجل، عبد الوهاب البياتي. عبد الوهاب البياتي هنا شنو ايش تذاكر لي عنه؟ يقول لي a famous Iraqi modern poet، famous مشهور عراقي poet، شاعر. هنا شو يقول؟ شاعر عراقي من شعراء الحداثة المشهورين. One of the first، أحد الأوائل اللي شنو من الأوائل، like مثل نازك الملائكة، to write in free verse، اللي كتبوا يعني من الشعراء الأوائل اللي كتبوا حالهم حال نازك الملائكة اللي كتبوا الشعر الحر. طيب born شو وقت انولد؟ ب 19 ديسمبر، وكان 19 كانون الأول، سنة 26 و 1900 in بغداد، في بغداد. طيب traveled to and lived in many countries، سافر إلى وعاش في الكثير من البلدان، including Russia and Spain، بضمنها روسيا وإسبانيا. طيب taught in many universities and work with left-wing political groups، يقول درس في الكثير من الجامعات، الكثير من الجامعات، and work with، وعمل مع left-wing. left-wing أعزائي الجناح اليساري، left يسار، wing جناح، الجناح اليساري، المجموعات، groups مجموعات political سياسية، المجموعات السياسية للمجموعات الجناح اليساري السياسية. عندنا famous books of poems، famous books الكتب المشهورة هي قصائد، include شملت angels، هاي الدواوين الكتب القصائد مالته، شملت شنو اسماها؟ angels and devils، طبعا هذه المشهورة angels and devils، ملائكة وشياطين، lilies and death زنابق، وموت love الحب، death and exile الموت والمنفى، أو الموت والنفي، الموت والمنفى، موت ومنفى. طيب died and was buried، يقول توفي أو مات، and دفن and was buried، وتم دفنه in Damascus في دمشق في سنة 1999، في سنة 99 و 1900، توفي بهذه السنة وولد في هذه السنة. طيب الله يرحمه، شاعر عراقي مشهور. طبعا هسه ورا ما قرينا نبدا عن حياته، طبعا تقدر تتوسع اذا تحب تعرف عن حياته اكثر، عز الطالب عندك الانترنت تقدر تشيك وتشوف. عندنا هنا قبل ما ندخل بالقصيده عندنا جلوسري هنا مسرد بالكلمات اللي وردت ومعاني، طبعا المعاني اللي وردت شنو بالقصيده، رايب ريدي تو ايت، شلون نقول حان قطافه، ريدي تو ايت جاهز للأكل، خلينا نقول escaped هرب، got away from، run from، بين escape مرت عليكم، collapse fell down ينهار، gushing pouring out quickly ناتجي يصب بسرعة أو بمعنى يتدفق spring هنا مو ربيع، تجي where clean water comes up from ground ناتجي النبع، spring تجي النبع، وين حيث الماء الصافي يأتي من الأرض، هنا تجي نبع. priests هنا الكاهنة، priests الكاهنة a woman who performs religious duties، المرأة التي تؤدي طقوسا أو واجبات دينية. طيب هسه خلينا نرجع للقصيدة أعزائي، نرجع لها الدبيه. يقول هنا secrets of fire، سر النار، طبعا راح انطيكم اياها اعزائي مع انطيكم اياها مع الديوان وترجمه الديوان اللي وردت في ديوانه، هنا طبعا طلعت لكم اياها اني هنا سر النار هو طبعا نعطيها هنا نترجميها جمع على كل سر النار. أعزائي الطلبة بس نحددها حتى تكون مقابلها حتى تقرأوها، سر النار هنا أعزائي
تلاحظون سر النار. هنا يقول لي secrets of fire سر النار. يقول on the last day في آخر يوم في آخر يوم I kissed her hands قبلت يديها her eyes عينيها her lips شفتيها I said to her قلت لها you are now أنت الآن ripe ناضجة like an apple ناضجة مثل التفاحة half of you a woman نصفك امرأة نصفك امرأة the other half impossible to describe نصفك والنصف الآخر ليس له وصف the words فالكلمات escaped me تهرب مني and I escaped them وأنا أهرب منها both of us collapse وكلانا ينهار now and pray طبعا هنا وين أعزائي هنا وين هاي now I pray والآن أنا أصلي أو أبتهل هاي طبعا يعني هنا بالنص الأصلي بالنص الأصلي هنا يكون المفروض موجود بس هو مقدم بيها على كل يعني هسه إذا وكلانا ينهار لطفولة هذا الوجه القمحي هنا خلينا نقول صاير قبالة for the childhood of this light face لطفولة هذا الوجه القمحي for the childhood of this light face and for this ripe burning body وهذا الجسد المشتعل الريان وهذا الجسد المشتعل الريان ابتهل الان طبعا هنا راجعني وين now I pray بيها شويه تقديم وتاخير now I pray طيب now I pray I bring my face closer واقرب وجهي to this gushing spring من هذا النبع الدافقي thirsty to this gushing spring thirsty من هذا النبع الدافقي ضمآنه زين on the last day في آخر يوم I said to her قلت لها you are the fire of forest أنت حريق الغابات the water of the river وماء النهر the secret of fire وسر النار half of you can't be described نصفك ليس له وصف the other half والنصف الآخر a priest in the temple of Ishtar كاهنة في معبد Ishtar هذا أعزائي النص قلت لكم النص الإنجليزي اللي كان موجود عندنا للقصيدة اللي هي أصلا مترجمة وهذا النص العربي الأصلي من ديوان الشاعر عبد الوهاب البياتي نرجع أعزائي هسه ورا ما قراءتها تقدر أنت تكتبوها تكون ترجمتها عندكم آخر عندنا طبعا عندنا ثلاث أسئلة عندنا يقول read the poem aloud to your partner اقرأ القصيدة بصوت عالي إلى زميلك the lines are shorter than يقول the lines are shorter than the other poems you have studied in the literature focused يقول السطور هنا اللي بيها هي أقصر من القصائد اللي أنت درستها in the literature focus في القطع الأدبية القطع السابقة يعني أقصر هاي الخطوط اللي بيها السطور اللي بيها أقصر من القصائد اللي درستها what effect does this have on the way you read it يقول ما تأثير هذا شنو هذا تأثيره what effect does this have on the way you read شنو تأثير هذا على الطريقة اللي أنت تقرأ بيها هذا سؤال هذا أول سؤال أعزائي هاي تتناقش ويا زميلك بي اثنين find as many metaphors as you can يقول جد الاستعارات أعزائي الميتافور الاستعارات المجازية شنو اللي تقدر ترجع للقصيدة وشوف شنو هي الأمور اللي مستعيرها
استعارات as you can قدر ما تستطيع. One is a simile أحدها هي بي أعزائي بي نوع من التشابه. Which one is this فما هي هذه بي أكو تشابه هو ناطي تشابه بين شيء وشيء معين أعزائي ورا ما تقروها تقدرون تلقون التشابه سيمايل تشبيه تشبيه اللي موجود وين التشبيه اللي موجود بالقصيدة هذا عليك تلقي عزيز الطالب What are the main motives of the poem تشبيه عندنا سيمايل What are the main motives ما هو المغزى المقصد الرئيسي للقصيدة شنو الغرض الرئيسي من القصيدة حاول تلقي عزيز الطالب What's your response to the secrets of fire ما هي استجابتك ما هي يعني ردة فعلك استجابتك لهذه القصيدة اللي هي سر النار Will you remember this poem هل تتذكر هذه القصيدة درستها يعني من قبل مرة عليك Explain your reasons ووضح قم بتوضيح الأسباب قم بتوضيح أسبابك اللي انت راح تخليها ليش لا أسباب وضحها زين